تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أصداء الحدث الذي يسلط الضوء على أهم ما جاء في الصحف والمواقع الإعلامية الدولية لهذا الأسبوع، ويناقش أهم المستجدات الإقليمية وما يتصل بها من أحداث في العالم. حديث اليوم سيتمحور حول الدور الخبيث للولايات المتحدة في المنطقة والعالم. بداية نرحب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قصي عبيدو، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. بداية، الولايات المتحدة تتدخل في أماكن مختلفة من العالم، والبداية يعني بالمنطقة، سوريا، العراق، أفغانستان. يعني دخول للاستعمار بطريقة جديدة، بطريقة مختلفة عن الماضي. كيف ممكن حضرتك يعني هيك تعطينا أبرز النقاط عن تدخلاتها بالعصر الحديث؟ بداية لنبدأ من التدخل في أفغانستان. كانت الخطة الأمريكية، تريد أمريكا قطع التواصل بين أفغانستان وروسيا، وأفغانستان وإيران من جهة، وأيضا أفغانستان والصين. يجب أن لا ننسى العملاق الصيني وأهميته في العالم كمارد اقتصادي يتحكم بالكثير من التجارة العالمية. وأيضا أمريكا بعظمتها المزعومة تحتاج إلى هذا المارد بالنسبة للاقتصاد. فشلت أمريكا في عزل البلدان الثلاث عن أفغانستان، وأيضا لم تستطع تحقيق سوى المزيد من الدماء والمزيد من سفك دماء الأبرياء في أفغانستان، وأنتجت تنحرات داخلية في أفغانستان لم تؤتي ثمارها بشيء سوى بإطالة الحرب وتواجد القواعد الأمريكية في أفغانستان. وشهدنا كيف أن أفغانستان عادت إلى الوراء لربما مئات السنين بسبب التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية، ولكن استطاعت روسيا وإيران والصين، كل من هؤلاء الدول، كل من هذه الدول استطاع أن يقدم دعم لوجستي ودعم اقتصادي وسياسي أيضا لأفغانستان، لمحاولة كسر ما تخطط له أمريكا من هذه الخطط التي تسعى جاهدة للاستمرار في الهيمنة على العالم. فعندما فشلت في أفغانستان انتقلت إلى ملفات أخرى، وكان بدايتها في 2003 عندما دخلت إلى العراق. نعم. طبعا التدخلات يعني بالمنطقة بدأت بالعراق وانتقلت إلى سوريا وبعض الدول العربية الأخرى. سنتحدث عن التفاصيل بعد متابعة جولة على أهم ما جاء في الصحف العربية والأجنبية عن دور الولايات المتحدة الخبيث في هذه البلدان. نتابع مشاهدينا ثم نعود إليكم. أهلا بكم إلى جولة جديدة من الصحف، نبدأها من سفوبودنايا بريسا. لاحظت واشنطن تراجع نفوذ إسرائيل في المنطقة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفعها للتراجع عن تنفيذ قرار سحب القوات الأمريكية من الأراضي السورية. وعندما أدرك نتنياهو أن الولايات المتحدة وحدها غير قادرة على الحد من دور محور المقاومة، قرر التحول إلى روسيا والضغط على بوتين. ونقرأ من واشنطن تايمز: الفضل في قرار ترامب بإبقاء مئات الجنود في سوريا يرجع إلى السيناتور لينسي جراهام الذي ضغط كثيرا للوصول إلى هكذا خطة، حيث اعتبر أن إبقاء قوات عسكرية أمريكية في سوريا يضمن عدم تكرار أخطاء العراق في سوريا، وأنه بجزء صغير من القوات الأمريكية في سوريا تستطيع واشنطن إنجاز أهداف أمنها القومي. ونكمل من واشنطن تايمز أيضا: برأي الدولة العميقة، أعلن ترامب بعجلة ومن دون وجود خطة نيته بسحب جميع قواته من سوريا. بعض الحلفاء الأوروبيين الذين انتقدوا ترامب بشكل حاد على قراره السابق بسحب القوات الأمريكية يدرسون الآن الالتزام بنشر المزيد من قواتهم في سوريا لتعويض الفرق، وقد ينجح ترامب بدفع الأوروبيين إلى تقاسم الأعباء بشكل جدي في سوريا. وجاء في ناشونال انترست: ترى الدولة العميقة، إذا كانت واشنطن تنوي استمرار دورها كلاعب رئيسي في الشرق الأوسط فيجب عليها أن تكون متواجدة في سوريا، إن لم يكن على الأرض فمن خلال الجو. لذلك فهناك فرصة جديدة لترامب كي يفرض منطقة حظر طيران أخرى في الشرق الأوسط وتكون صديقة ليس لأمريكا فقط وإنما لكافة الدول الغربية. ونقرأ من الأخبار:
بعد اجتماع استمر ليومين لمجموعة العمل المشتركة الأمريكية التركية في أنقرة، لم يخرج ما يشير إلى توافقات جديدة في ملفي منبج والمنطقة الآمنة، وتدفع تركيا نحو تسريع عملية التحقق المشتركة من الأسماء التي ستنضوي في المجالس المحلية المسؤولة عن إدارة منبج، لتضمن عدم إشراك أي عناصر محسوبة على وحدات حماية الشعب الكردية. أما واشنطن بوست فكتبت: يصر الرئيس ترامب على أن هزيمة داعش ستدفع بالانسحاب الأمريكي السريع من سوريا، لكن كبار المسؤولين في الدولة العميقة يشعرون بالقلق من أن تعيد داعش ترتيب صفوفها في ظل وجود فراغ أمني جديد، وهم يؤكدون على ضرورة الحفاظ على وجود عسكري أمريكي مع الاستثمار في إعادة إعمار منطقة الجزيرة السورية التي دمرتها الحرب. وجاء في غارديان: تسعى واشنطن للانتهاء من آخر معقل لداعش بعدما أقرت هدنة لمدة 10 أيام لإخراج المدنيين والنساء والأطفال، حيث بدأت المعارك مرة أخرى في باغوز بقوة كبرى غير مسبوقة حتى خلال المعارك لاستعادة مدن أخرى أكبر من التنظيم. أما مقاتلو قسد فيفشلون في التقدم نهارا بسبب عناصر التنظيم الذين يستخدمون صواريخ حرارية تستهدف السيارات والشاحنات. ومن بلومبرغ نقرأ: تصطدم الجهود الأمريكية لزيادة الضغط على إيران بجدار صلب، فإدارة ترامب تدفع باتجاه إعادة فتح تحقيق في الجانب العسكري من الاتفاق النووي، إلا أنها لم تحقق أي تقدم مع المسؤولين الدوليين، وتمارس منذ أسابيع الضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما هددت بفرض عقوبات وطالبت بتفتيش أكثر صرامة للمنشآت النووية الإيرانية. أهلا بكم من جديد. أستاذ حصي، لاحظنا في سبودنايا الروسية لاحظت واشنطن تراجع نفوذ إسرائيل في المنطقة في الآونة الأخيرة، مما دفع على التراجع عن سحب القوات الأمريكية. شو تعليقك على ما جاء في هذه الصحيفة؟ بداية، إسرائيل ما حصل في العالم العربي تحديدا منذ انطلاق ما يسمى بين قوسين الربيع العربي، انطلق من تونس باتجاه سوريا، كل هذا الأمر حصل خدمة للعدو الصهيوني، تمام، الذي يرغب بتدمير أي قوة ممكن أن تشكل خطرا على أمنه القومي كما يزعم أيضا. لذلك عندما بدأت الحرب على سوريا استشعرت إسرائيل أنها تسيطر على الوضع في العالم العربي، وبعد أيضا التطبيعات وعمليات التطبيع التي تمت مع بعض الدول العربية الخليجية، استفاقت إسرائيل من هذا الحلم عندما استطاع الجيش العربي السوري أن يهزم هذا المشروع إلى حد ما. بقيت منطقة إدلب وشرق الفرات، ولكن عندما تم تحرير منطقة الجنوب تحديدا وأعني بها درعا، سقطت أحلام الغرب وسقطت أيضا أحلام نتنياهو الذي شعر بأن هناك خطر كبير يتهدد أمنه القومي من محور المقاومة كما يدعي. سارع للاستنجاد بأمريكا للحفاظ على قواتها الموجودة في شرق الفرات، وأعني في منطقة التنف أيضا. لذلك أقول أن العدو الصهيوني لن يهدأ له بال، وسيحاول دائما الالتفاف على القرارات الأممية، وسيحاول أيضا تغيير الخطط والتبديل. لذلك أطلقنا في الفترة الماضية أن العدو لا ينسحب ولكن يبدل الخطط. العدو مستمر حتى هذه اللحظة بالدعم بالمال والسلاح للتنظيمات والمجموعات الإرهابية، ولربما يأتينا على شكل طيف وملاك. لا نستبعد أن يكون العدو يهيئ لعمليات أخرى قد تكون كمفهوم الغزو الفكري الذي يأتينا عبر الصحف أو الذي يأتينا عبر الإعلام وعبر برامج الأطفال والمسلسلات والأفلام وإلى آخره، وسائل التواصل الحديثة بشكل عام. لذلك وأكد السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في خطابه أمام رؤساء مجالس الإدارة المحلية أن موضوع التواصل الاجتماعي له أهمية كبرى، والعدو يترقب كل ما يحصل في الداخل السوري، نوع من أنواع الحروب الجديدة. لذلك نقول أن الخطط تتبدل. إذن هذا القلق عند العدو الصهيوني بعد أن استطاعت سوريا أن تنفض هذا الغبار وأن استطاعت أن تقضي على التنظيمات والمجموعات الإرهابية المسلحة، حاول نتنياهو إعادة تجميع قوى
عالمية من أوروبا إلى بعض البلدان العربية، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتشكيل رأس حربة لمحاولة ضرب سوريا أيضا بزريعة أن إيران موجودة على الأراضي الجمهورية العربية السورية. طيب بعض الصحف الغربية نلاحظ أنه محاولة تثبيت وترسيخ بعض المصطلحات والتضليل من خلال نشر بعض الأفكار والسموم. واشنطن تايمز مثلا كما تابعنا ذكرت أن الفضل في قرار ترامب إبقاء مئات الجنود في سوريا بعد آلاف الجنود، مئات من الجنود، عم يرجع للسيناتور لينسي جراهام. طبعا وذكرت الصحيفة أنه هذا الإبقاء على بعض القوات بيضمن عدم تكرار الأخطاء التي حصلت في العراق سابقا، ومن ناحية ثانية بيحقق وبينجز أهداف جديدة للأمن القومي الأمريكي. شو رأيك؟ تحديدا هذا الكلام يعني ليس له حقيقة على أرض الواقع. دائما المعطيات تكون على أرض الواقع. نعم، هو اللعب على المصطلحات والألفاظ التي تخدم المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ويتم تسويق هذه المصطلحات لهذه الأهداف. ولكن موضوع الانسحاب له أهمية كبرى. عندما قررت أمريكا وعلى تحديدا على لسان ترامب أنه سينسحب من سوريا، ثم بعد قليل يظهر الناطق الرسمي في البيت الأبيض ويقرر أنه لن ينسحب، وشهدنا كيف أن هناك صراع وخلاف في البيت الداخلي لأمريكا. هناك استقالات بالجملة، هناك تصريحات متناقضة لا تصب في خندق واحد. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن الانسحاب من سوريا بعد أن تم القضاء على داعش. حقيقة لم يتم القضاء على داعش، ولم تقدم أمريكا أي مبادرة للقضاء على داعش. يعني يحاول يرسخ الفكرة عن بعض الدول وعن وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة بالتأكيد يحاول أن يوصل فكرة للعالم ككل أن أمريكا هي من دافعت عن سوريا وهي من قتلت وهزمت الإرهاب في سوريا. ولكن على أرض الواقع لم يقاتل داعش والتنظيمات الإرهابية سوى الجيش العربي السوري وحلفائه. أمريكا وجهت ضربات عبر التحالف الأمريكي المزعوم إلى أهلنا في دير الزور، وقتلت الكثير من النساء والأطفال وأيضا من قوات الجيش العربي السوري في مناطق ريف دير الزور وفي منطقة دير الزور عبر طائرات الاف 16. لذلك أقول موضوع الانسحاب عندما أقره ترامب لا يستطيع أن يأخذ مثل هذا القرار. هناك مؤسسات في البيت الأبيض، يأتي الرئيس لينفذ هذه السياسة، هو يصرح ولكن لا يستطيع أن يأخذ هذا القرار. المؤسسات في أمريكا تابعة للعدو الصهيوني ومرتبطة وتنفذ أيضا أجندة العدو الصهيوني. طبعا عم يسموها ببعض وسائل الإعلام الغربية الدولة العميقة. دولة العميقة. المؤسسات طبعا عم يسموها الدولة العميقة. بالتأكيد. ولاحظنا طبعا من خلال متابعة. هناك 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 رجالات في أمريكا ترتبط ارتباط كلي مع رجالات الدولة في العدو الصهيوني. لذلك أقول أن هذا الأمر لم يحصل، لا يوجد انسحاب. أمريكا تحاول تجميل وتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، ولكن حقيقة هي من دعمت الإرهاب وهي من صنعت الإرهاب، والآن تتزرع ببقائها على الجغرافيا السورية وأيضا في العراق بزريعة محاربة الإرهاب. وشهدنا كيف أن سبب الصراعات في العراق وسبب دخول داعش إلى العراق هو ما فعله العدوان الأمريكي على العراق منذ بداية 2003 حتى الآن. يعني بعد 16 عام العراق يعاني المزيد من سفك الدماء ويعاني المزيد من الفقر المدقع في العراق الشقيق. طبعا أيضا يعني تذكر الصحف الغربية ومنها الأمريكية أنه الدولة العميقة وأثرت على ترامب وخليته بشكل عاجل وبدون أي خطة واضحة. لا. أنه يسحب الجزء الأكبر من قواته ويبقي على بعض القوات. يبدو الهدف بحسب رأيهم أنه تقاسم الأعباء مع بعض الأوروبيين. الأوروبيين لما أعلن ترامب سحب جزء كبير من قواته صاروا ملزمين يدخلوا بجزء من قواتهم لتقاسم الأعباء. برأيك هل هذا سبب منطقي ويعني ممكن أنه بعض الأوروبيين يحلوا محل القوات الأمريكية؟ حقيقة هذا الكلام أولا غير منطقي. لماذا؟ لأن أمريكا لم تتكلف ولا بدولار واحد بالنسبة للحرب
في سوريا، بل هناك للأسف أموال خليجية عربية ضربت العروبة بالعرب وضربت الإسلام بالمتأسلمين وحاولت شن حرب غير مباشرة على سوريا عبر تنظيم القاعدة وتنظيم جبهة النصرة وداعش وإلى ما هنالك من مسميات أطلقوها على هذه التنظيمات. أوروبا، نعم هناك قاعدة فرنسية موجودة وهناك تواجد للقوات الفرنسية في سوريا، وهناك تواجد أيضا لبعض القوات الألمانية في سوريا، وهناك محاولة لزج الأوروبيين. دائما أمريكا تسعى لزج الأوروبيين في أي قرار تتخذه لمحاولة الحفاظ على أوروبا كي لا تخرج وتغرد. ممكن يزيدوا قوات السرب الأوروبية؟ لا أعتقد أن هناك محاولة لزيادة القوات بالنسبة لأوروبا. أوروبا تدعو الآن، هناك تغيير بالمواقف بالنسبة للأوروبيين، تدعو لتهدئة الأوضاع في سوريا، تدعو إلى الحل السياسي. هناك شاهدنا أن رفع السقوف يأتي من فرنسا دائما، يعني هناك دائما محاولة من أمريكا لجر فرنسا إلى هذا الأمر، وفرنسا أيضا مستمرة بالتحالف مع أمريكا، وأيضا تصريحاتها النارية اتجاه سوريا واتجاه الجيش السوري واتجاه الدولة والحلفاء أيضا يصب في هذا الخندق. لذلك أقول أمريكا نعم سحبت بعض القوات من قواتها المتواجدة في سوريا إلى داخل العراق، ولكن هناك عدد كبير من القوات الأمريكية موجود حتى الآن في التنف وفي شرق الفرات وفي بعض المناطق بين ريف الرقة وريف دير الزور. هذا الأمر يحتاج إلى وقت بالنسبة لخروج الأمريكي من سوريا. هو صرح أنه سيخرج، ولكن لا أعتقد أنه سيخرج في هذه المرحلة، لأنه تم الطلب بشكل ولا حيخرج جزء من القوات. نعم أخرج جزء، تمام. لقد ذكرت أخرج في متابعة جزء على أساس بعد أشهر. نعم. سيتم إخراجه بعد أشهر، ولكن كما ذكرنا عندما أراد أن يخرج جميع القوات أتى الطلب من نتنياهو أن لا يتم إخراج وسحب هذه القوات لأنها تصب في مصلحة العدو الصهيوني، وإذا خرجت القوات الأمريكية من شرق الفرات سيسمح كما يدعي للتواجد الإيراني في تلك المنطقة ويتم تدمير المشروع الصهيوني الأمريكي بشكل كامل. طب بعض وسائل الإعلام الأمريكية أحيانا بتمهد لبعض القرارات أو بعض السياسات. نعم. يعني موقع ناشيونال انترست ذكر أنه الولايات المتحدة إذا كانت تريد أن يبقى لها دور مؤثر في الشرق الأوسط ولو سحبت قواتها، نعم، يفترض أن يكون لها تواجد جوي من خلال الطيران وتفرض منطقة حظر جوي. هل هذا ممكن برأيك؟ منطقة الحظر لن يستطيع أحد إقامة منطقة حظر جوي في سوريا ولا منطقة آمنة في سوريا. هذا الكلام منتهي، ويجب أن لا نعير الانتباه كثيرا لهذا الأمر، لأنه لو أرادوا إتمام هذا الأمر بالسنوات الأولى لبداية الحرب على سوريا لقلت لك بأن كانت الاحتمال بأن يتم كان أكبر من الاحتمال في الوقت الحالي. الآن الاحتمال معدوم بالنسبة للدولة السورية وأيضا بالنسبة للحلفاء، وهذا الأمر لا أحد يقرره، لا الحلفاء ولا غير الحلفاء. ما يقرره هو الدولة السورية، السيادة السورية. الدولة السورية حاربت الإرهاب للحفاظ على السيادة السورية والقرار السوري المستقل. فبعد 8 سنوات من الحرب والصراع والدماء وتدمير البنى التحتية وتقديم الشهداء والجرحى والثكالى وإلى آخره، لن تستطيع تركيا إقامة هذه المنطقة الآمنة، ولن تستطيع أمريكا إقامة منطقة. طيب شو الهدف أنه هي مواقع عرضت هيك إشاعات؟ هذه التصريحات تصب دائما في موضوع الضغط السياسي على الدولة السورية وإيهام، محاولة إيهام الشعب السوري على أن أمريكا تستطيع أن تفرض هذا الأمر وتستطيع أيضا أن تفرض شروطها على الدولة السورية. وهناك حديث كان واضحا من السيد حسن نصر الله عندما قال ما لم يأخذوه بالسياسة لن يأخذوه، ما لم يأخذوه في الحرب والقتال لن يأخذوه في السياسة. لذلك هذا الأمر محسوم بالنسبة للدولة السورية ومحسوم أيضا بالنسبة ل ممكن يكون لرفع معنويات بعض العملاء اللي موجودين بالمنطقة الشمالية الشرقية من سوريا. يعني سأعطيك مثال وأعطي المشاهدين مثال دقيق جدا. عندما بدأت الحرب في محافظة حلب وريف حلب كان الأمر
كانت الدولة السورية حقيقة تقاتل تركيا، تقاتل الجيش التركي. يعني هناك تم دعم المجموعات الإرهابية ب 1500 قطعة عسكرية من عربات، من دبابات، من مدفعية. يعني ألف، يعني رقم كبير جدا بالنسبة للعتاد العسكري أن تمتلكه هذه التنظيمات المسلحة. وأيضا كانت الحدود مفتوحة بالدعم بالمال والسلاح لهذه التنظيمات، واستطاع الجيش العربي السوري أن يدخل إلى حلب وريف حلب وأن يحرر حلب بشكل شبه كامل من براسن الإرهاب. لو كان أردوغان على قدر المسؤولية بتصريحاته لدخل الحرب بشكل مباشر في أثنائها، ولكن هذه التصريحات كما ذكرنا هناك دولة مؤسسات في كل بلد، لا يستطيع أردوغان أن يتخذ هذا القرار بالدخول مع في حرب مباشرة مع سوريا لإقامة منطقة آمنة أو بزريعة حماية أمنه القومي من الفوبيا التي يعاني منها وهي الأكراد وقوات قسد. إذن هذا الأمر هو لرفع السقوف ولتحصيل مكاسب سياسية يستثمرها عبر التنظيمات الإرهابية بالضغط على الدولة السورية، وشاهدنا كيف حصل في الأسبوع الماضي عندما خرقوا الهدنة وخرقوا اتفاق أسيتانا ووجهوا ضربات إلى بعض النقاط العسكرية للجيش العربي السوري في ريف حماة. إذن من حق الدولة السورية الرد عندما يتم خرق هذه الهدنة وهذا الاتفاق ووقف تصعيد الأعمال القتالية، وقامت الدولة والجيش العربي السوري بالرد على هذه التنظيمات وتم قتل العشرات منهم وسحب بعض الجثث لهؤلاء المرتزقة. يمكن الولايات المتحدة عندها أجندات وسياسات محددة في سوريا والمنطقة، وأيضا تركيا إلى أجندات وسياسات يمكن تختلف عن يعني ما تسعى إليه الولايات المتحدة. يعني مثلا بعد اجتماع استمر لمدة يومين لمجموعة العمل المشتركة الأمريكية التركية بأنقرة، ما طلع الاجتماع بأي توافقات، وخاصة فيما يتعلق بملف مدينة منبج وما يسمى المنطقة الآمنة. طبعا تركيا عم تحاول تسرع عملية التحقق المشتركة من الأسماء اللي بدها تكون مجالس، اللي سموها مجالس محلية مسؤولة عن إدارة منبج، لحتى تضمن عدم اشتراك أي عناصر محسوبة على وحدات حماية الشعب التركي. هون عم نلاحظ أنه في تباين ما بين الموقف التركي وموقف الولايات المتحدة. طيب الولايات المتحدة عندها مصالح محددة، تركيا عندها مصالح تانية تدعي أنه هي عم تحمي حدودها من بعض الإرهابيين اللي عم تسميهم هي إرهابية. طيب كيف هذا التباين ممكن يكون مفيد لنا كسوريين، هالتناقض بالسياسات، وكيف ممكن نستثمره؟ عمليا الهدف دائما الهدف واحد. يعني عندما نقول أن هناك نوايا مجتمعة مع رؤية العدو الصهيوني على ضرب سوريا وتمزيقها وتفتيتها وتقسيمها وما إلى ما هنالك من مشاريع طرحت في بداية الحرب على سوريا، وكل بلد يسعى لتحقيق أهدافه ومصالحه. العدو الإسرائيلي كان همه الوحيد هو ضرب الجيش العربي السوري، هذا أولا. أمريكا كان هدفها هو قطع الطريق بين أوروبا، بين روسيا أيضا وإيران، عفوا ضرب الطريق الذي يمتد من العراق إلى العراق إلى العراق وإيران، وأيضا الطريق من إيران إلى سوريا عبر العراق أيضا. وهناك نعم، وهناك أيضا محاولة لقطع الطريق أيضا على روسيا. إذن سوريا تشكل عقدة وصل بين هذه البلدان كما ذكرنا. التركي سنحت له الفرصة ودخل بالمشروع وكان هو رأس الحربة في هذا المشروع وعبر حدوده المفتوحة لأيضا تحصيل مكاسب اقتصادية أيضا، وشاهدناه كيف فعل في حلب من سرقة المصانع والمعامل وسرقة الثروات التي لا تقدر بثمن. وأيضا كان هناك زريعة حماية أمنه القومي كما ذكرنا من الملف الكردي الذي يعاني منه منذ سنوات، بينما الولايات المتحدة تدعم بعض الفصائل الكردية، تدعم هذه الفصائل. هناك التباين، هذا التباين هو في العلن موجود ولكن في الحقيقة غير موجود. يعني أمريكا تستطيع لجم
قوات قسد في أي لحظة تريد وتستطيع الاستغناء عنهم في أي لحظة. يعني هناك أيضا ألمانيا تدعم بعض القوات الكردية في منطقة الشمال السوري. يعني هناك دعم لبعض التنظيمات وبعض المجموعات المسلحة التي تتحدث باسم الأكراد، وهناك العديد والكثير من هذه الأسماء موجودة. وسبب دعم ألمانيا لهذه المجموعات الكردية هو سبب الخلاف الذي نشأ بين ألمانيا وتركيا عندما أجرى أردوغان الانتخابات الرئاسية والاستفتاء لتحويل القرارات إلى رئيس، من رئيس الوزراء إلى رئيس، إلى الرئيس أردوغان. أيضا أردوغان دعم اليسار في أوروبا، في ألمانيا، في الدنمارك، في السويد، في هولندا، دعمهم وتم كشف هذه العمليات، وأيضا نشأت خلافات ظهرت إلى السطح عبر تصريحات إعلامية بين ألمانيا وتركيا. كانت ردة فعل ألمانيا بدعم التنظيمات وبعض المجموعات الكردية في سوريا لتشكيل ورقة ضغط على أردوغان، ولكن لا أعتقد أن أردوغان لا يقلق من المجموعات التي تدعمها أمريكا، بل يقلق من المجموعات التي تدعمها ألمانيا. يعني ممكن نحن نستفيد من هذا التباين ما بين تركيا من جهة وهو هذا ما بين تركيا والولايات المتحدة، يصب في مصلحة الدولة السورية. ولكن الأكراد وقوات قسد بشكل عام يجب أن يكونوا حذرين وفطنين. يعني لا يعني لن يكون هناك دولة كردية في داخل سوريا ولا في داخل تركيا ولا في أي مكان في هذا العالم، كلها عمليات استثمار سياسي. في أي لحظة تقول أمريكا أنا لا أريد دعم قوات قسد وتستغني عنهم لصالح مصالحها الاستراتيجية. طيب أيضا تحاول بعض وسائل الإعلام وبعض المسؤولين الغربيين يعني التضليل بطريقة أن وجود الولايات المتحدة هي للقضاء بشكل نهائي على داعش، وأنه إذا طلعت القوات الأمريكية ممكن داعش أو تنظيم داعش الإرهابي ينظم صفوفه. يبدو الهدف والتلميح كما جاء في الواشنطن بوست أنه وجود هاي القواعد الأمريكية أو هذا الوجود العسكري الأمريكي بالأصح أنه للاستثمار في إعادة إعمار منطقة الجزيرة العربية السورية، طبعا وهي المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا. يعني نرفض كل التسميات اللي بيحاولوا أنه هم يرسخوها. الموضوع الاقتصادي والبعد الاقتصادي ومحاولة نهب الثروات أو سيطرة على بعض المناطق السورية اللي فيها ثروات بحجة مكافحة تنظيم داعش. بداية هذا سؤال جميل ورائع. بداية أول ما بدأت الحرب على سوريا كان هناك خطة موضوعة من قبل خبراء بضرب الاقتصاد السوري بشكل سريع ومباشر لتشكيل أعباء كبيرة على الدولة السورية، مما يستدعي أن ترضخ الدولة السورية لشروط أمريكا ويتم إنهاء الملف. قاموا بضرب المحاصيل الاستراتيجية، يعني بداية عندما نتكلم عن القمح، عندما نتكلم عن القطن، عندما نتكلم أيضا عن الزيتون في إدلب وفي عفرين، ونتكلم أيضا عن آبار الغاز والنفط إلى هنا إلى ما هنالك. هذا الأمر نعم هناك أطماع أمريكية، أمريكا الآن ترغب وتسعى جاهدة لتحصيل مكاسب عبر إعادة الإعمار والمشاركة بها، وأيضا فرنسا والكثير من البلدان التي تقدم عروض وتحاول أن تجد وساطة مع الدولة السورية والقيادة السورية لإبرام هذه العقود لشركات عملاقة تصب في مصلحة أشخاص وليس في مصلحة دول. يبدو هو هذا الهدف الأساسي من الدخول للمنطقة. عندما لنعود مرة أخرى أيضا، بداية الحرب كما ذكرنا هناك خطة لتمرير الغاز، وكانت قطر وتركيا وإيران والعراق وروسيا، كل هذه الدول هناك فريقان، فريق يدعم الدولة السورية ويدعم سيادة الدولة السورية ويحاول الحفاظ على أمنه القومي من خلال الحفاظ على أمن سوريا، وهناك بلدان تخشى من هذا التحالف وتخشى من العمليات الاقتصادية التي تقوم بها روسيا وسوريا وإيران. إذن قطر، تركيا ودول الخليج وأوروبا. ولكن هذا الأمر ظهر إلى السطح
في 3 سنوات الأولى، ثم تم التعتيم عليه بشكل كامل، الآن طفى إلى السطح مرة أخرى للحديث عنه بشكل يعني بشكل علني. ترغب أمريكا في تحصيل هذه المكاسب. طيب سنتابع حديثنا بعد متابعة جولة ثانية وأخيرة. نعم. على بعض الصحف الموقعة. نتابع مشاهدينا ثم نعود إليكم. تأتي جولة كوشنر الحالية بالتزامن مع تطورات منها مؤتمر وارسو التي فشلت الولايات المتحدة ومعها إسرائيل في طرح أن قضية المنطقة المركزية هي مواجهة إيران وليست القضية الفلسطينية، برفض أوروبي وروسي وصيني لطروحات أمريكية وسحبها لبرنامج طرح الصفقة التي لم تكن مطروحة بالأصل عند الدعوة لعقد المؤتمر والتحضير له. وكتبت رأي اليوم أيضا: لا يستبعد وجود أصابع أمريكية وإسرائيلية خلف الأزمة بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا أي الهند وباكستان لزعزعة استقرار المنطقة بنقل الصراع إليهما، ففي كل الأزمات المماثلة أرسل البيت الأبيض المبعوثين فورا لتطويقها، إلا إدارة ترامب قطعت مساعداتها السنوية 2 مليار دولار لباكستان لأنها لا تكافح الإرهاب بالشكل المطلوب أي طالبان. ونقرأ من يوراسيا دايلي: فقدت الولايات المتحدة صدارتها الصناعية لمصلحة الصين وبمرور الوقت تزداد الفجوة بينهما. السيناريو الذي يختفي فيه منافس أمريكا بنقرة من إصبع واشنطن يقوم على افتراض أن يجعل الحصار اقتصاد الصين ينهار فيخرج الشارع ويغير النظام وتندلع ربما حرب تفكك البلاد. بالتوازي مع ذلك لدى الولايات المتحدة سيناريو بحري لكنه خطير للغاية. وجاء في الوطن العماني: نجاح كيم جونج أون على المستوى التفاوضي والدبلوماسي والسياسي يقابله فشل ترامب في الوصول لصيغة توافقية تعكس تدرج العقوبات والمزايا التي ستمنحها بلاده لكوريا الشمالية، لكن نجاح اللقاء على المستوى الشخصي وفشله سياسيا مفاده أن القوة هي من تحدد المآل، ويعزز ذلك تمسك كيم بعدم نزع سلاح بلاده النووي أو تدمير مجمع يونج بيون. وجاء في ساندي تايمز: انتهت قمة الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي قبل موعدها نتيجة مطالبة واشنطن بيونغ يانغ بإغلاق موقع سري لتخصيب اليورانيوم، وأكد الجانب الأمريكي معرفته بوجود الموقع لأن الاستخبارات الأمريكية تمكنت من تحديد مكان الموقع بواسطة الأقمار الاصطناعية وطالب بوقف عمله، لكن كيم جونغ أون رفض هذا المطلب ما أدى لتعليق المفاوضات. وجاء في إكسبيرت أونلاين: يقلل الأمريكيون من شأن تأثير السياسة الداخلية للحكومة الأمريكية على السياسة الخارجية، ويظهر الباحثون السياسيون في أمريكا قصر نظر عند تحليل مقاومة الأوروبيين لمحاولة الولايات المتحدة إجبارهم على زيادة الضغط على روسيا وإيران. الحقيقة أن الأوروبيين غير راغبين بالتخلي عن الغاز الروسي لمصلحة الغاز الأمريكية رغم ضغوط ترامب. وجاء في أوبزيرفر: محادثات سرية يجريها مقربون من ترامب لبيع تقنيات نووية للسعودية تمكنها من الحصول على أسلحة نووية غريبة، وقد أعرب الخبراء عن قلقهم من نقل تقنيات نووية أمريكية حساسة إلى السعودية لأن ذلك سيسمح لها ببناء أسلحة نووية في ظل منطقة الشرق الأوسط المتوترة، علما أن تصدير التقنيات النووية للسعودية قد يكون وراء صمت ترامب على قتل خاشقجي. نختم جولة الصحف من فوكس نيوز التي كتبت: يتولى كوشنر مهمة الحصول على دعم خليجي للشق الاقتصادي من خطة القرن مع تأجيل الكشف عن الشق السياسي، مما يحيي نظريات السلام الاقتصادي العزيزة على قلوب حكام تل أبيب ومعظم رموز الإدارات الأمريكية المتعاقبة عبر رشوة الفلسطينيين ببعض الإغراءات الاقتصادية مقابل تخليهم عن حقوقهم الاقتصادية التاريخية. أهلا بكم من جديد. أستاذ قصي، نلاحظ دائما يوجد خطط للولايات المتحدة، الخطة ألف والخطة ب والخطة جيم، دائما في خطط بديلة. يعني مثلا
مؤتمر وارسو، ما إيش اسمه، مؤتمر ممكن تكون محادثات لفشلة الولايات المتحدة ومع إسرائيل بطرح أن القضية المركزية بالمنطقة هي مواجهة حلف المقاومة، مواجهة إيران تحديدا، التركيز على إيران مو القضية الفلسطينية هي الموضوع الرئيسي. لما كان في رفض أوروبي وروسي وصيني لطروحات الولايات المتحدة وما نجحت هالمحادثات أو الحلف المفترض اللي كانوا عم يسعوا له، جولة جديدة لكوشنير، برأيك هي الجولة الجديدة اللي عم يحاول كوشنير يجول بالمنطقة، شو بده ينشر أفكار جديدة؟ شو التغييرات يعني المفترض أنه يفكروا فيه؟ دائما تعزيز، يسعى لتعزيز جبهة تكون جاهزة لضرب مصالح إيران في المنطقة. أولا عبر العقوبات الاقتصادية، أو أيضا قطع العلاقات مع بعض الدول الخليجية التي يوجد هناك تعاون اقتصادي بينها وبين إيران. أيضا هناك لفت الأنظار دائما كما ذكرنا سابقا أن العدو الصهيوني أوجد عدوا بديلا مزعوما يعني لدول الخليج وأسماها إيران. وأيضا يتزرع العدو أن المجموعات الإرهابية جاءت إلى سوريا بسبب إيران. نعم. يعني لاحظنا كيف أن هذه الحجج الواهية. وأيضا عندما تم خرق الأجواء السورية عبر 8 سنوات في هذه الحرب، العدو الصهيوني قام بخرق الأجواء السورية عبر الطائرات وتوجيه بعض الضربات بحجج أنها تحمل شحنات أسلحة من إيران إلى حزب الله، وهذا الأمر لا حقيقة له ولا وغير موجود. وأيضا خرقت الاتفاق الدولي بالنسبة للملف السوري في عام 1974، وقف الاشتباك، قامت بخرقه مئات المرات ولم تلتزم به. الآن تريد العودة إلى هذا القرار، ولكن تريد أن تشن عمليات عسكرية عبر الأجواء السورية وضرب بعض المواقع التي تظن أنها تخص إيران وحزب الله. يعني تتمسك بقرارات حسب مصالحها. طيب القرار هو بوقف الاشتباك. عندما تلتزم الدولة السورية بهذا الوقف، وإسرائيل تقول أنا ملتزمة بالكلام، ولكن تخرق الأجواء السورية، هل هذا يسمى وقف للاشتباك؟ إذن هناك دائما إسرائيل لا تلتزم، العدو الصهيوني لا يلتزم بالقرارات الأممية، ولكن ما تسعى له أمريكا عبر المؤتمرات وعبر الحوارات واللقاءات التي نشهدها كل فترة من الزمن تصب كلها في مصلحة العدو الصهيوني لتشكيل كما قلنا قوة بالمنطقة لمحاربة مصالح إيران وكبح جموح إيران كما يسمونه، ويعتقدون بأن إيران دولة عظمى تسيطر على سوريا وتسيطر على اليمن والبحرين ولبنان وحزب الله، يمكن لأن لا توافق مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن كما هو على أرض الواقع نلاحظ أن الحليف الإيراني دائما لا يتدخل بالشؤون الداخلية لهذه الدول، وأعني سوريا والعراق وإيران، ولكن وقفت إلى جانب الشعب العراقي، وقفت إلى جانب الشعب السوري، وأيضا وقفت بجانب المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية. لذلك نرى بوضوح أن الموقف الإيراني واضح وصريح، هو يدعم القضايا العربية ويلتزم بالعلاقات الدبلوماسية الأخوية بين هذه البلدان، ولكن يحارب المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. لذلك تسعى إسرائيل لإيجاده كعدو بديل لها، لتلفت انتباه الخليج باتجاه إيران وتخلق لهم عدوا لربما يتم الصراع بين الدول الخليجية وإيران، المستفيد الوحيد هو العدو الصهيوني. طيب نحن وقتنا قرب على الانتهاء، في سؤالين هيك بدنا نجاوب عليهم بس بشكل سريع. يعني هلا برأيي اليوم ذكرت أنه الولايات المتحدة دائما تنقل الأزمات من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة، أصابع الاتهام تشير إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في الصراع اللي ممكن يكون هلأ بلش ما بين الهند وباكستان. تدعي الولايات المتحدة أنها أرسلت وفود لتطويق الأزمة، بينما بالحقيقة إدارة ترامب قطعت المساعدات عن السنوية عن باكستان المقدرة ب 2 مليار دولار. الحجة أنها لا تكافح الإرهاب، وخاصة هم عم يركزوا على طالبان. تعليقات بس بشكل عاجل. دائما
أي منطقة تخص منطقة أفغانستان، باكستان، أوزبكستان، أي منطقة تشكل خطر على الحدود الروسية والحدود الإيرانية، أمريكا تسعى لافتعال حرب بهذه المنطقة لتكون الضغط على روسيا، للضغط على روسيا وإيران وتشكيل خطر على أمنهما القومي. طيب نحن في ملف كتير مهم كمان نعرج عليه، يعني الولايات المتحدة مخيم الركبان عم تحاول تخلق أزمة إنسانية، ودائما تحاول التضليل بأن المسؤول عن ذلك هو الدولة السورية. صدر بيان مؤخرا من الحكومة الروسية ومن القيادة السورية، ذكر مسؤولية كاملة للولايات المتحدة عن ما يجري من أوضاع إنسانية مزرية لشعبنا ولأهلنا بمخيم الركبان. وطبعا كان في مراقبة لأقمار صناعية روسية وأثبتت ذلك. تعليقنا بشكل سريع. الدولة السورية عبر 8 سنوات أثبتت أنها هي أكثر من يهتم بأبناء شعبها، وهي الأكثر من قدم المساعدات لأهلنا في سوريا، وأيضا فتحت الممرات الآمنة وفتحت الحدود لعودة النازحين، وأيضا قدمت لهم السكن وأمنت لهم كل متطلبات الحياة، وأوجدت نقاط طبية ومشافي ميدانية لمعاينة هؤلاء وفحصهم وتقديم كل المساعدات لهم. لم نشهد أي مساعدة من أمريكا لهؤلاء، بل أمريكا سعت لإعطاء هذه الأموال لمن يسمون أنفسهم معارضة يقيمون في الخارج ليصرفوها على الإقامة في الفنادق، ولم يقدموا أي شيء للمجتمع والشعب. دائما الدولة السورية هي الحب، دائما هناك اتهام للدولة السورية، ولكن هناك جملة قالها الدكتور الرئيس بشار الأسد عندما قال كل شيء يحقن دماء السوريون فنحن معه. إذن عودة النازحين وفتح الممرات وأيضا مخيم الركبان، كل هذا الأمر الدولة السورية هي أول من نادت ودعت لتقديم كل المساعدات والإمكانيات لهؤلاء لعودتهم إلى مكان إقامتهم في ويوجد الآن قوافل إغاثة من الدولة السورية وهلال أحمر واليونسيف والأونروا، وكل هذه المنظمات تقدم الدعم هؤلاء، ولكن يجب أن يتم تقديم الدعم عن طريق الدولة السورية ليصل لكل فرد ما يستحق من هذه المساعدة. ختاما، غدا الذكرى السنوية لثورة 8 آذار، ماذا تقول في هذه المناسبة؟ أقول الرحمة لشهداء سوريا عبر سنوات كثيرة منذ عام 1970 من حرب تشرين إلى 1974 حتى وقتنا الحالي، نقدم الرحمة للشهداء والخلود أيضا لهم، ونطلب الشفاء العاجل للجرحى. وأقول أن سوريا عبر التاريخ دائما كانت وما زالت وستبقى قلعة الصمود، وستحافظ على هذا الإرث وعلى هذا التراب، ونحن كسوريون نعتز بسوريتنا ونعتز بجيشنا وقائدنا، وسنكون ونبقى نحتفل بالثامن من آذار، وأيضا هناك أعياد قادمة وطنية أيضا، ولكن أهم الأعياد سيكون عندما تنتهي سوريا من مكافحة الإرهاب، ولتعود سوريا آمنة مطمئنة كما كانت، لتعود واحدة موحدة، ويبقى العلم السوري يرفرف فوق الجغرافيا السورية. شكرا لكم. بنهاية هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ قصي عبيدو، شكرا جزيلا. شكرا تحياتي. أهلا وسهلا، وكل الشكر لكم مشاهدينا الأكارم، دمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.